السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت 6، منهج الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2025 من كتاب المعاصر وحل الكتاب بالكامل، وكمان هننزل حل وشرح كامل لكتاب المراجعه. خدنا مع بعض اول 3 وحدات بالكامل، والنهارده بناخد يونت 4 الوحده الرابعه. celebrate good times، احتفل بالاوقات السعيده. celebrate good times، كل ده هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو، فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدأ مع بعض. بيج 139، صفحة 139. ليسون 1، الدرس الأول. Can you blow up some balloons؟ هل تستطيع أن تنفخ بعض البالونات؟ vocabulary، الكلمات. كي vocabulary، الكلمات المفتاحية. invitation، invitation، invitation يعني دعوة. invitation. streamers، شرايط زينة ملونة. playlist، قائمة التشغيل أو قائمة أغاني. playlist. balloon، balloon، بالونة. fireworks، fireworks، ألعاب نارية. party، party، حفلة. extra vocabulary، كلمات إضافية. scissors، scissors، مقص. yard، yard، ساحة أو فناء. string، خيط، string. RSVB ده اختصار لكلمة كان أصلها فرنسي، اللي هي ريبوندي سيلفو بلي، بمعنى من فضلك ارسل رد أو رد عليا. دي بتبقى موجودة مثلا في الإيميل لما أعزم حد وعايز رد، جاي ولا مش جاي. RSVB. كاندل، شمعة. توجيزر يعني معا. أدلت، شخص بالغ أو شخص راشد. إيفنت، حدث. أوف كورس، أوف كورس، بالطبع. conjugation of verbs، تصريف الأفعال. في regular verbs، أفعال منتظمة. في irregular verbs، أفعال غير منتظمة. الفعل المنتظم عشان أحوله من present الباست من مضارع لماضي بحط له مقطع ثابت، زي باص، باست، هنا إيدي. تاي، تايد، هنا آخرها إيه حطنا دي. decorate، decorated، برضو آخرها إيه حطنا دي. finish، finished، هنا إيدي. طب الغير منتظم احفظه زي ما هو، ملوش قاعدة ثابتة، يا بيتغير شكله يا بيفضل زي ما هو. hang up، hang up، يعلق، علق. cut، cut، يقطع، قطع، هنا ما تغيرش. blow up، blow up، ينفخ نفخة. send، يرسل، send، أرسله. choose، يختار، choose، اختاره. important expressions and prepositions، تعبيرات وحروف جر مهمة. let me know، يعني اسمح لي أعرف. let off the fireworks، يطلق الألعاب النارية. I am not sure yet، لست متأكدا. get dark، تظلم. did you know، هل كنت تعلم، هنا معلومة. in China، في دولة الصين. people eat noodles، يأكل الناس المكرونة. on their birthday، في أعياد ميلادهم. the noodles are very long، المكرونة طويلة جدا. to represent، عشان تمثل. a long life، الحياة الطويلة. for the person، للشخص، يبقى ده الاعتقاد. في عيد الميلاد بياكلوا مكرونه هي طويله، عشان طول المكرونه بيمثل طول عمر الشخص او الحياه الطويله للشخص. بيج 140، صفحه 140، وجدول مهم جدا بيساعدني في كتابه الباراجراف. بيجيب لي الموضوع نسمه بارتي، حفله نسمه. جايدنج ووردز، الكلمات الارشاديه، وبيحط لي كلمات في سنتنسز، في جمل. هنا hang up، يعلق. streamers، يعني أشرطة ملونة. يوسف is hanging up the streamers، بيعلق يوسف الشرايط الملونة. for Christmas party، لحفلة نسمة. blow up، ينفخ. balloons، بالونات. يوسف asks هاني، يطلب يوسف من هاني. to blow up some balloons، إن هو ينفخ بعض البالونات. decorate، يعني يزين. birthday cake، كيكة عيد الميلاد. داليدا and نوها are decorating، بيزينوا. The birthday cake، كيكة عيد الميلاد. send، يرسل. و invitations، دعوات. أمينة is sending everyone email invitations، ترسل أميرة لكل واحد دعوات بالإيميل. let off، يطلق. fireworks، الألعاب النارية. يوسف will ask his dad، هيطلب يوسف من أبيه. to let off، أن يطلق. the fireworks، الألعاب النارية. listening and reading، استمع وقرأ. listen and read، استمع وقرأ. Who is the birthday party for؟ لمن حفلة عيد الميلاد؟ هاي يوسف، أهلا يا يوسف. What are you doing؟ بتعمل إيه؟ قال له هاي هاني، أهلا يا هاني. I am hanging up the streamers، أنا بعلق الشرايط الملونة.
for my sister Christmas party لحفلة عيد ميلاد أختي نسمة. Can you help me ممكن تساعدني؟ Sure بالتأكيد. What can I do cousin أقدر What can I do ماذا أستطيع أن أفعل؟ Cousin يا ابن عمي. Will you pass me the scissors ممكن تناولني المقص؟ بليز لو سمحت. I am tying the streamers أنا بربط الشرايط together معا. And I need to cut the string وأنا عايز أقطع الخيط. Can you also blow up some balloons ممكن تنفخ بعض البالونات؟ We need to hang those up too احنا محتاجين نعلقها ايضا. Of course بالطبع. What are your other sisters doing اخواتك بيعملوا ايه يا ترى؟ Are they helping هل هم بيساعدوا؟ Page 141 صفحة 141 دليدا and نوها. دليدا ونوها yes they are ايوه they're decorating هم بيزينوا the birthday cake كيكة عيد الميلاد. They have candles for it بيحط فيها شمع تو ايضا. Oh there is أمينة لو سمحتي. Are you sending the invitations هل بتبعتي الدعوات؟ Hi يوسف أهلا يوسف. Yes أيوة أدي أمينة. Yes I am نعم. But I am sending everyone email invitations ببعت لكل واحد دعوات للإيميل. Good idea فكرة جيدة. How many people are coming كم عدد الناس اللي جاية؟ قلت له I am not sure yet مش متأكدة حتى الآن. But I wrote بس أنا كتبت RSVB يبقى اكتبها on the invitations على الدعوات. That means معناها ان everyone has to let me know if they're coming كل واحد يقول جاي ولا مش جاي يعني انا بقول له لو سمحت رد عليا جاي ولا مش جاي. Who's choosing the music مين بيختار الموسيقى؟ داليدا is going to make a playlist داليدا هتعمل قائمة تشغيل. On her phone على تلفونها she made one for my party عملت واحدة لحفلتي and it was really great وكانت رائعة really great. That's right عندك حق it was really good جيد حقا. We can ask her ممكن نطلب منها to make it after she finishes the cake بعد ما تخلص الكيكة. And we need to find an adult محتاجين شخص بالغ شخص كبير to let off يطلق the fireworks الألعاب النارية in the yard في الفناء when it gets dark when it gets dark لما تظلم. قال له yes نسمة loves them نسمة بتحب ده. I know أنا عارف I'll ask my dad to do it أنا هطلب من أبويا يعمل ده يطلق الألعاب النارية. Why does Yusuf need the scissors? ليه يوسف محتاج المقص to cut the string عشان يقطع الخيط. What are Noah and Dalida doing? Noah ودليدا بيعملوا ايه؟ هو قال لي بيزينوا البيرثدي كيك يبقى زير decorating the birthday cake بيزينوا كيكة الكيكة بتاعت عيد الميلاد ممكن اقول زي have candles for it بيحطوا شمع ليها. Page 142 صفحة 142 General exercises تدريبات عامة on lesson 1 على الدرس الاول. السؤال الاول read and complete اقرأ واكمل the text النص with the words in the books بالكلمات. I am علي انا علي. I am not up the streamers يبقى I am hanging up انا بعلق الشرايط الملونة For my sister Nesma's party لحفلة أختي نسمة. My cousin هاني ابن عمي هاني is blowing up بينفخ some تبقى ايه some balloons بعض البالونات. My sisters داليدا and نوها اخواتي داليدا ونوها are not the birthday تبقى decorating بيزينوا the birthday cake كيكة عيد الميلاد. أمينة is sending أمينة ترسل email invitations دعوات للإيميل. داليدا is going to make a playlist داليدا هتعمل قائمة تشغيل. Dad is going to let off the fireworks هيطلق الألعاب النارية in the yard في الفناء. السؤال التاني رتب What are you doing نسمة بتعمل ايه يا نسمة What are you doing نسمة They are decorating the birthday cake هم بيزينوا the birthday cake كيكة عيد الميلاد. How many people are coming كم عدد الناس اللي جايين. How many people are coming?
will you pass me the scissors please؟ ممكن تناولني المقص لو سمحت. will you pass me the scissors please؟ don't forget to invite your friends. ما تنساش تعزم أصدقائك. don't forget to invite your friends. I can make a playlist on my phone. ممكن أعمل قائمة تشغيل. I can make a playlist on my phone. على تليفوني. السؤال التالت قطعة لأسئلة. نقرأ القطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. Today we are having a nice party. النهاردة عندنا حفلة رائعة. It's my sister's birthday. لعيد ميلاد أختي. We are all happy and busy. كلنا سعداء ومشغولين. To Aiden. I am hanging up the streamers. أنا بعلق الشرايط الملونة. For my sister's party. حفلة أختي. I use the scissors. بستخدم المقص. Scissors. To cut the string. عشان أقطع الخيط. My brother is blowing up some balloons. أخي بينفخ بعض البالونات. They're bright and colorful. يعني ساطعة لامعة ملونة. We need to hang up these balloons too. محتاجين نعلق البالونات أيضا. My mom made a nice cake. أمي عملت كيكة لذيذة. For my sister لأختي. داليا and Noah are my friends. أصدقائي. They decorated the birthday cake. بيزينوا كيكة عيد الميلاد. We have 10 candles. عندنا 10 شمعات. For the cake للكيكة. To show my sister the age. عشان نوضح عمر أختي. My dad sent the invitations. أبي أرسل الدعوات. To our friends. لأصدقائنا. We are all very excited. كلنا متحمسين. Choose اختار. This text is about my sister's birthday. النص ده عن عيد ميلاد أختي. Page 143. صفحة 143. My sister is not years old. هو قال الكيكة فيها 10 شمعات عشان تعبر عن العمر. يبقى عندها كم سنة؟ 10 سنوات. كل شمعة بسنة. My not sent the invitations. مين اللي أرسل الدعوات؟ قال إيه؟ فازر. هو قال لي في القطعة داد. داد بتساوي فازر الأب. What is the writer doing؟ هو الكاتب بيعمل إيه؟ هو بيعلق الشرايط الملونة. He's hanging up the streamers for his sister's party. لحفلة أخته. Who decorated the birthday cake؟ مين زين كيكة عيد الميلاد؟ داليا and Noah. السؤال الرابع تشوز اختار. We use نقط to cut paper. بنستخدم ايه عشان نقطع الورق؟ أكيد scissors المقص. Children shouldn't let off the نقط because it's dangerous. الأطفال لا ينبغي أن يطلقوا. هتبقى fireworks الألعاب النارية عشان هو خطير. لازم حد كبير. We write نقط. بنكتب ايه؟ To ask our friends عشان نطلب من أصدقائنا. To come to a party. يجوا لحفلة or event أو حدث. يبقى invitation دعوة. He plays football. هو لعب كرة قدم with his friends مع أصدقائه. In the فين يا ترى؟ In the yard. في الفناء أو في الساحة. ما ينفعش في الفصل ولا حجرة النوم ولا المستشفى طبعا. السؤال الخامس بنكتويت علامات ترقيم. Who is the birthday party for؟ هنا ال W capital. وده سؤال يبقى علامة استفهام. بدأ بهوما للعقل. السؤال السادس اكتب باراجراف من 50 كلمة عن your sister's birthday party. اكتب العنوان في نص سطر. your احولها لماي. تبقى my sister's birthday party. حفلة عيد ميلاد اختي. العنوان في نص سطر بالعلامات تنصيص. بسيب مسافة اول سطر. هقول مثلا today اليوم. We have or we are having. عندنا نستخدم المضارع المستمر طول ما قلنا today. المضارع المستمر am or is are or ing. عندنا a nice party. حفلة جميلة. It's my تاني سطر بقى ببدأ من الأول. My sister's birthday party. حفلة عيد ميلاد أختي. I
انا مثلا I am، كل واحد بيعمل حاجة. blowing up انا بنفخ. some balloons بعض البالونات. my brother اخي is hanging up بيعلق. the streamers الأشرطة الملونة. مثلا my mom أمي is sending بتبعت مثلا إيه invitations الدعوات. my sister is happy أختي سعيدة. we are excited إحنا متحمسين. دي الفكرة، بنكتب العنوان في نص السطر، بنعلم التنصيص، بنسيب مسافة أول السطر، حرف الأول كابيتال في نهاية كل جملة في الستوب. ممكن نكتب أفكار كتيرة، ممكن نقول إيه أصدقائنا بيزينوا تورتة عيد الميلاد، عندنا كام شمعة، نفس فكرة القطع هي فكرة الباراجراف، نفهم الفكرة ونكتب زيها كده. يبقى خلصنا الدرس الأول من يونت 4 منهج 6 ابتدائي. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.